يوم العلم شعار أغلى بلد راية وطننا الذي مكانه على القمم توحيد رب العباد قوة وعدل ونماء ورخاء وعيش رغيد هذه رموز العلم توحيد رب العباد قوة وعدل ونماء ورخاء وعيش رغيد هذه رموز العلم حنا بلاد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مديرتي الفاضلة معلمات الغالية أخوان الطلاب أحييكم في إذاعتنا لهذا اليوم والتي نتحدث فيها عن مناسبة وطنية عظيمة تم إقرارها بأمر ملكي إلا وهي يوم العلم السعودي هذا العلم يوضح تبدأ المرحلة الخامسة والمهمة في تاريخ العلم السعودي منذ إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932 ميلادي حيث أصبح العلم أخضر بكامل كتبت عليه كلمة التوحيد بشكل كامل العلم السعودي ثلاثة أسماء الراية والبيرق واللواء هل تعلم العلم كانها